أعلنت وزارة الدفاع عبر مؤتمر صحفي آلية التسجيل لتطوع المواطنات في الجيش، وذلك في ضوء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي السماحة للمرأة الكويتية الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية. نعم، انضمام المواطنات أو تطوعهن بالجيش سيتم عبر دورات تشمل تخصصات فنية كالخدمات الطبية وتخصصات فنية هندسية للمنشآت العسكرية وسلاح الإشارة والقوة الجوية. بعد صدور القرار الوزاري بالسماح للمرأة الكويتية الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، أوضحت وزارة الدفاع عبر مؤتمر صحفي طبيعة وآلية تطوع المواطنات في الجيش بتخصصات محددة تتناسب مع المرأة، حيث لا يوجد دور ميداني للعنصر النسائي. طبعا خطوة جريئة، على أساس احنا تم الدراسة بالاجتماع مع وزارة الداخلية، واخذنا الاستفادة، استفدنا من دول مجلس التعاون وكذلك من المملكة السعودية كانت بالأخير على أساس فعالة العنصر النسائي، فاستفد منهم عمل الدراسة. بالنسبة للشارع على أساس أنه والله الناس متخوفة من العنصر النسائي، أنه والله ممكن تعمل بالجبهة، لا مو صحيح. حنا مكان تخصصي، يعني احنا حطينا أول مرحلة أنه بالتخصصات الطبية والطبية المساندة، فتكون المستشفى العسكري في منهم ممرضات، في منهم أشعة، في منهم طبيبات، فهذول يعملون في السلك العسكري طبعا في المستشفى العسكري، لكن الشفت يتحول من مدني إلى عسكري. طبعا تأخذ تدريب مبسط على العلوم العسكرية وعلى الانضباط العسكري، وتعرف ان كيفية المحافظة على الشؤون العسكرية وحفظ امن المعلومات، سرية المعلومات، ومن ثم ذلك تاخذ الرتبة وتكون في عملها. طبعا الزي العسكري راح يكون زي عسكري متطابق مع الزي العسكري اللي يلبسونه العسكريين بالجيش الكويتي. اما بالنسبة للمهام، تخضع الواجبات الوظيفية والوصف الوظيفي، غالبا ما راح تكون يعني تخصصية، هي مهام تخصصية وفقا للتخصصات الحاصلين عليها. بداية الدورة وفقا ما هو الخطة المعمولة، راح تكون بداية الدورة في ديسمبر إن شاء الله، بداية فتح التسجيل في ديسمبر، أما دخول الدورة في فبراير إن شاء الله. العدد راح يكون يعني في حدود من 50 إلى 150 وفق الاحتياجات الهيئة العسكرية، خاصة المرحلة الأولى راح تكون هي المستشفى العسكري، طب بشري، طب مساعد، بالإضافة إلى الحرس الأميري اللي هو الخاص في حماية الشخصيات والخاص في التفتيش. بالنسبة للرواتب، يستحق العنصر النسائي العامل في الجيش الكويتي كعسكريات كافة الرواتب والعلاوات والمميزات الخاصة في العسكريين في الجيش الكويتي. تدرج الرتبة طبعا بالنسبة ابتداء بالنسبة لضباط الاختصاص بملازم أول اللي هم الطب المساعد والطب البشري ملازم أول، وترتفع إلى رتبة رائد وفق المؤهل الحاصلين عليه. الأعمار طبعا احنا القانون 32 واضح، الأعمار راح تكون من 18 إلى 26 بالنسبة للتخصصات اللي هي الإدارية، أما التخصصات الفنية فالقانون سمح لنا أن احنا نزيد عن 26 سنة. طريقة قبولهم راح يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لدى وزارة الدفاع، تدخل على الموقع الإلكتروني لدى وزارة الدفاع، ومن ثم بعد ما تدخل على الموقع تحط البيانات الأساسية، الرقم المدني، الاسم، العنوان، رقم الهاتف، يوصل لها رمز التحقق. بعد ما تفتح، بعد ما يوصل لها رمز التحقق، تدش وتعبي جميع البيانات المطلوبة الأساسية، الابليكيشن كامل، وترسلها لنا. بعد إرسالها لنا راح نرسل لها رسالة لإحضار جميع هذه المستندات، ومن ثم نحولها للجان الأمنية. بعد أخذ الموافقة من اللجان الأمنية نرسلها إلى اللجان الطبية، بعد اللجان الطبية يتم لها مقابلة نهائية، مقابلة شخصية نهائية. لازم تجتاز المقابلة الشخصية النهائية، بعد اجتيازها المقابلة الشخصية النهائية هذه تكون جاهزة للدخول الدورة. تخصصات الآن اللي مثل ما قلنا هم في المؤتمر، أن التخصصات الطبية والتخصص الحرس الأميري، الحرس الأميري اللي هم المفتشات والحماية الشخصيات اللي راح تجي عند الحرس الأميري. مميزات وظيفية للعنصر النسائي حسب الترتيب الوظيفي سواء ضباط صف أو أفراد. مثل ما تفضلوا الأخوة في المؤتمر الصحفي، بينوا آلية التقديم وآلية أخذ الاعتبارات
التي تخص المرأة، بحيث الناس المتخوفين إن شاء الله يكون توضح لهم الأمور أن الأعمال اللي موجودة حاليا غير مستحدثة، لأن بناتنا الكويتيات يشتغلون كطبيبات ويشتغلون كمهندسات، فهذا شيء مو مستحدث من ناحية الأعمال. أما من ناحية التحويل من القسم المدني إلى القسم أو الجهة العسكرية، فهذه أشوفها شيء ممتاز، حيث أن إحنا حاليا نشتغل مع أخواننا العسكريين في المشاريع، ولكن البدلات أو الحقوق اللي يأخذونها العسكريين غير المدنيين. جماعة ما قصروا، خذوا كل الاعتبارات من ناحية الثقافة ومن ناحية الدين ومن ناحية أشياء كثيرة، بحيث أن التدريب كله عنصر نسائي، التدريب والإشراف إشراف نسائي، أخذ بعين الاعتبار جميع مستلزمات المرأة من ناحية الرعاية الأسرية ومن ناحية الولادة والإجازة. فأتوقع الجماعة ما قصروا ودرسوها من جميع النواحي. دخول المرأة في الخدمة العسكرية هي خطوة ناجحة، وخصوصاً أن احنا شفنا مؤخراً دخول المرأة ووصولها إلى مناصب ومراكز عليا كنائبة وقاضية وشرطة نسائية، فما هو جديد بالنسبة لها. وبالنسبة للفئة المستهدفة بالبداية هم موظفات عاملات في تحت مظلة وزارة الدفاع، فبالنسبة لنا ما راح يكون أمر جديد علينا، فقط التغيير راح يكون في المسمى من مدني إلى عسكري. ما في خوف على المرأة الكويتية ومع محافظتهم على طبيعة العنصر النسائي، فكإشراف وكطاقم تدريب راح يكون كله من العنصر النسائي، وما راح يكون هناك في أي مبيت، فأتوقع أنه راح يكون هناك في إقبال شديد. سيبدأ التسجيل للدورة الأولى في ديسمبر المقبل بالتخصص الطبي بدورة تستمر لثلاثة أشهر، وكذلك التخصصات الأخرى كالحرس الأميري، على أن تبدأ الدورات في فبراير 2022. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.